اتكلم مصطفى في حدة وقال: فاكرين انكم تقدروا تهربوا؟ اتكلمت زهرة وقالت: انت عاوز مننا ايه يا اخي؟ هنسيب لك كل حاجة ونمشي. رد عليها مصطفى وقال لها: كلامنا لما نرجع قصر الشرقاوي يا بنت الشرقاوي. وبعد ساعة في قصر الشرقاوي نجمة وزهرة دخلوا القصر. مصطفى وقف قدام زهرة وبسرعة نزل على وشها بقوة بالقلم ووقعها على الأرض. اتكلمت نجمة بقوة مزيفة وقالت: زهرة ليه كده يا مصطفى؟ مصمم تكرهنا فيك؟ حرام عليك يا أخي، انت مش راجل. رد مصطفى وقال: أني مش راجل؟ مصطفى بغضب مسكها من شعرها وجرها وراه. زهرة قامت بخوف وقالت: مصطفى سيبها، حرام عليك، أني أسفة بس سيبها، اضربنا أنا، بلاش هي أرجوك. مصطفى دخل أوضة وقفل عليه وقلع حزامه وبيبص النجمة اللي كانت واقعة على الأرض واتكلم وقال لها: أني مش راجل. وبقوة ضربها، بقت تصرخ من شدة ضربه ليها. وزهرة بره واقعة جنب الباب وبتعيط وبتخبط عليه بقوة: مصطفى أبوس يدك، كفاية، أنا أسفة والله، مش هعمل جديه تاني وهتجوزه، بس أرجوك كفاية، نجمة ملهاش ذنب، أنا اللي قلت لها نهرب، أبوس يدك كفاية. اتكلم مصطفى بغضب وقال: أني هسيبك عشان ابن الأنصاري ما يقولش إننا اديناه بضاعة مشوهة، لكنني هعرف إزاي أعلمك الأدب. وخرج من الأوضة وقطع النور عن الأوضة دي وقفل الباب، والجو بقى ضلمة كحل. نجمة قامت بخوف وبقت تخبط على الباب بقوة واتكلمت زهرة وقالت: مصطفى أرجوك افتح لها، نجمة عندها فوبيا من الضلمة، أرجوك دي ممكن تموت فيها. لكن مصطفى اتكلم ببرود وقال: طب ماني عارف، ياكش تموت وتموت انت كمان يا بنت المصراوية. زهرة بصت له بكره وراحت على أوضة نجمة، وزهرة من بره بتقول: نجمة انت كويسة؟ اتكلمت نجمة بدموع وقالت: أنا خايفة قوي يا زهرة، خايفة. ما تخافيش، أنا جنبك والله ومش هسيبك، غمض عينيك وفكر في بابا الله يرحمه. نجمة وهي بتضم نفسها بخوف: مصطفى بيعمل زي جهاد، أنا مش عايزة أشوف حد منهم يا زهرة، انسيهم، انسي جهاد زي ما نسيتنا، وانسي مصطفى، وربك هو اللي هينتقم منيهم. وفكر في بابا وكده كان بيحبنا. أما في اسكندرية وفي صلاة من صلاة القمار اتكلم شاب بخبث وقال: يا طنط مش هتوافقي بقى على جوازي من نجمة؟ اتكلمت جهاد أمهم وقالت: انت عارف اني موافقة عليك يا حبيبي، بس هي أصلا لسه صغيرة، انت عارف اني ما عنديش مشكلة، ده غير انها في الصعيد عايشة مع أخوها، وانا بقى شلت ايدي من البنتين دول من زمان، أصلهم طالعين لابوهم، وكويس اني خلصت من نجمة وسفرتها الصعيد، انا عايزة اعيش حياتي يا مدحت. اتكلم مدحت بوقاحة وقال: اولا نجمة مش صغيرة، دي مزة وجسمها ولا بنت 18، ثانيا بقى ما تخافيش، انا هاخدها وهسافر ومش هتشوفيها. ردت جهاد وقالت له: اهي في الصعيد، استنى شوية وانا اشوف لك خطة كده تخلينا نجيبها لحد عندنا من غير مشاكل، انت عارف انا ما عنديش اغلى منك، مادام هتدفع اللي انا عايزاه. رد مدحت وهو بيديها مفاتيح عربية وقال: وانا شاريها واللي تطلبيه. اه صحيح، العربية دي هدية مني ليكي. ردت جهاد وقالت له: وهديتك مقبولة يا مدحت بيه. وجه يوم الفرح اللي هيغير مجرى حياتهم، وفي قصر الشرقاوي وفي أوضة نجمة بالتحديد. قامت واخدت دش ووقفت تفكر في شمس. نجمة في نفسها بتقول: يا ترى ناويلي على ايه يا انصاري؟ بس اكيد ان ابن الانصاري ارحم من اني ارجع لجهاد واللي اسمه مدحت. زهرة خبطت عليها واتكلمت وقالت: صباح الفل على اجمل عروسة يا ناس. ردت نجمة وقالت لها: انت ليكي نفس تهزر يا اختي؟ اتكلمت زهرة بخبث وقالت: اصلا انا عارفة انا هعمل ايه، فما تجلجيش عليا، المهم انتي ناوية على ايه؟ ردت نجمة ببراءة وقالت: على ايه؟ في ايه؟ زهرة في نفسها: يا عيني عليك يا اختي، انت احتمال يجرالك حاجة من الصدمة، طب اقول لها ايه دي؟ ردت نجمة وقالت لها: بتفكري فيه؟ ردت زهرة وقالت: عارفة مدحت ابن جوز ماما؟ اتكلمت نجمة بعصبية وقالت: دي مش امي ودي لا يمكن تكون ام، وكمان مدحت ده انا بكره. ليه؟
ردت نجمة بهمس وقالت لها أصله كان بيحاول يلمسني وأنا كنت بتخانق معاه عشان كده عيب، ولما كنت أقول لجهاد كانت تقول لي عادي، وبابا كان دايما يقول لي ما ينفعش حد يلمسني. ردت زهرة وقالت ما ينفعش غير جوزك. اتكلمت نجمة باستفهام وقالت لها ايه انت فاهمة ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن ابوسه؟ عادي بس انا مش عايزة كده، انا اصلا بخاف منه. صبرني يا رب. يلا يا بنتي عشان نروح البيوتي سنتر. وفي قصر الانصاري وفي اوضة شمس كان قاعد في البلكونة بيشرب سيجارة وهو متعصب وبيفكر في البنت اللي خبطها. خبط عليه زين وقال له شمس اصبح الخير. اصبح النور. في ايه؟ مالك؟ اللي يشوفك ما يقولش ان النهاردة فرحك وكانك بتحب او معجب. عايز ايه يا زين؟ عايزين يعملوا دخلة بلدي. اتكلم شمس بغضب وحدة وقال مين اللي جالك ده؟ ابوك. رد شمس بحدة وقال لازم نتحدث وياه. وانت ايه اللي مضايقك؟ ليه؟ هو انا مش راجل عشان اعرض مرتي للاهانة زي دي؟ وبعدين دي بنت يوسف الشرجاوي وكلنا عارفين مين يوسف الشرجاوي وتربيته. بس بنته نجمة كانت عايشة في مصر مع امها المصروية، مش شمس الانصاري اللي يسمح بالكلام ده. وبعدين دي عندها 15 سنة يعني ما تعرفش حاجة في الدنيا وممكن يجرى لها حاجة. زين ضيق عينيه واتكلم بحدة وقال شمس هو انت اصلا مش ناوي تدخل عليها ولا ايه؟ شمس بصله بغيظ على طريقة تفكيره وسابه ونزل لأبوه. ممكن نتحدث يا بوي؟ اقعد يا عريس. شمس قاعد معاه وفضل لحد ما اقنعه يغير رأيه ووافق في النهاية. وبالليل كتبوا الكتاب وكل واحدة من البنات راحت اوضتها مع شريك حياتها. وفي اوضة زين دخل زين وبص بوقاحة على البنت اللي قاعدة على طرف السرير والطرحة على وشها. زين ابتسم ابتسامة جانبية وبقى يقرب من زهرة، وزهرة في نفسها بتقول اصبر عليا يا ابن الانصاري. اتكلم زين وقال الف مبروك يا عروسة، انت مكسوفة ولا ايه؟ لا فرفشك ده النهاردة ليلتنا. زهرة بصوت رقيق قالت انا. زين بسرعة شال الطرحة من على وشها واتصدم. وفي اوضة شمس نجمة قامت وفتحت الدولاب وطلعت شنطة هدومها وفتحتها وطلعت صورة والدها واتكلمت وقالت بابا وحشتني قوي، كان نفسي تبقى موجود معايا، جايز وقتها كنت وقفت المصطفى وخليته يعملني انا وزهرة كويس. وحشتني قوي يا بابا، الله يرحمك. شمس دخل الأوضة ونجمة كانت قاعدة بظهرها وماسكة صورة والدها، واول ما حست بيه قلبها بقى يدق بسرعة وخوف. شمس بقى يقرب منها ويمشي بخطوات ثابتة ناحيتها، اما نجمة كانت متوترة وبقت تفرك في ايديها وعينيها بتلمع من الدموع. شمس اتكلم وقال لها الف مبروك يا عروسة. نجمة قامت وبصت له. شمس بابتسامة ساحرة قال انتي؟ نجمة بدموع ردت وقالت له الله يبارك فيك. شمس اتضايق لما شاف دموعها وقرب منها ومسك وشها بايديه. نجمة انتفضت لما لمس وشها وبعدت عنه. اتكلم شمس بسرعة وهو بيبص لعيونها وقال ما تخافيش انا مش هأذيكي، لا يمكن أأذيكي. اتكلمت نجمة بطفولة وقالت انا جعانة. شمس ضحك على شكلها بالرغم انها تبان انثى في غاية الانوثة والجمال والاناقة بمكياجها الخفيف الا انها طفلة. شمس اتكلم وقال طب تعالي نتعشى سوا، ولا مش عايزاني اتعشى معاكي؟ اتكلمت نجمة بسرعة وهي بتحرك ايديها بلا انا مش قصدي، بس انا مش متعودة. طب يلا غيري الفستان ده وتعالي هنتعشى سوا. ولحد هنا استنوني في الجزء القادم. دمتم في امان الله.